هذا وتشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا نعم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الاثنين أكثر من مليون ومئتي ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومئتي ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 975 ألف شخص